السيدات والسادة اهلا بكم. حضر مجلس النواب تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او بسبب الجنس او الاصل كما قرر المجلس ان لا يقل عدد مؤسسي اي حزب سياسي عن 150 شخصا. واشترط المجلس في الجلسه التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله وهيئة الوزاره في العضو المؤسس للحزب أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل وأن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وأن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والأداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن أعيد إليه اعتباره وأن يكون مقيما عادة في المملكة وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة وأن لا يكون قاضياً وأن لا يكون عضوا في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير أردني، وأن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني، كما خفض مجلس النواب العدد المطلوب لمؤسسي الحزب السياسي من 500 عضو إلى 150 عضو، مؤيداً بذلك المادة المتعلقة بذلك والواردة من الحكومة، ومخالفاً في الوقت نفسه قرار لجنته المشتركة القانونية والحريات العامة التي أوصت بضرورة إبقاء عدد مؤسسي الحزب عند عتبة الخمسمائة عضو تفاصيل أوفى في التقرير التالي عن قانون الأحزاب قانون الاحزاب، هذا القانون الجدلي والذي اخذ وقتا وجهدا كبيرين من الحكومة لارساله لمجلس النواب في صورته الحالية، مجلس النواب الذي باشر في نقاش هذا القانون والذي يحوي عددا من المواد المفصلية والتي تنظم الحياة الحزبية في الاردن. هذا القانون تم اقرار عدد من المواد المهمة فيه والتي تحدد ضوابطا جديدة لتأسيس الاحزاب. ومنها حظر تأسيس الأحزاب في الأردن على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو على أسس التفرقة بين الجنس أو الأصل ولعل الرأي المؤيد ذهب إلى أن إقرار مثل تلك المواد يعزز مفهوم يهودية الدولة وإقامة أحزاب لمثله الجنس والله إذا أسسنا حزب على أساس ديني بكرة غير تصبح يهودية الدولة موجودة الآن وغير المثليين اللي عندهم السفير الأمريكي غير أسس حزب غصبا عنا مش والدوله بتتفرج علينا والحكومه بتتفرج علينا. في بس اخر مداخل جميل النمري. الحكومه بدورها اشارت على لسان وزير الشؤون السياسيه والبرلمانيه خالد الكلالده بان اقرار هذه الماده لن يؤثر على الاحزاب القائمه الان على اسس دينيه. شروط واجب توافرها في العضو المؤسس للاحزاب وافق عليها المجلس وهي ان يكون اردني الجنسيه غير محكوم بجنحه مخله بالشرف او الاخلاق او الاداب العامه او باي جنايه باستثناء الجرائم ذات الصفه السياسيه عدد مؤسسي أي حزب سياسي مادة تشكل أحد الأعمدة الفقرية لهذا القانون أخذت وقتا وجهدا من المجلس وبعد أراء متباينة من النواب بأن عدد مؤسسين الأحزاب يجب أن يكون كبيرا والسبب في ذلك يعود كي تكون تلك الأحزاب فاعلة وتشكل ثقلا سياسيا وتقود المرحلة عند الحاجة ومنهم من رأى ان العدد لا يؤثر فالفكره تبدا صغيره ومن ثم تكبر ويتبناها اصحاب نفس الفكر وان وضع شروط اضافيه من شانها تقييد الحياه الحزبيه، لتستقر النقاشات عند 150 شخصا وهو كما جاء في نص القانون، كما ان الشروط الواجب توافرها في مؤسس الحزب ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان يكون متمتعا بالاهليه المدنيه والقانونيه الكامله، وان لا يكون العضو المؤسس قاضيا أو أن لا يكون عضواً في أي حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، وأن لا يكون من منتسبي القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني. إن هذا القانون يشكل الشريان الرئيسي للأحزاب وتنظيم عملها وتأسيسها، وبحسب مراقبين لم يبقى في القانون مواد كثيرة ذات أهمية كبيرة، باستثناء مادة تحدد جهات التمويل وأسسه. وضوابطه جورج برهم رؤيه اليوم نناقش التعديلات على قانون الاحزاب ما الجديد بها وما الهدف منها وكيف له في سحلته الجديده ان يسهم في تطوير الحياه الحزبيه او يسهم في تعميق جراحها هذا الحديث سيكون مع ضيوفنا سعاده الاستاذ عبد المنعم العودات عضو اللجنه القانونيه النيابيه وسعاده النائب مد الله الطراوني امين عام حزب الوسط الاسلامي وسعادة الاستاذة عبلة ابو علبه امين عام حزب حشد يبدا حوارنا بعد الفاصل ارحب بكم اعزائي المشاهدين في بدايه حلقتنا لهذا المساء ارحب بضيوفي الاستاذ عبد المنعم العودات اهلا وسهلا بك ايضا ارحب بالاستاذه عبده ابو علبه اهلا وسهلا وايضا ارحب بسعادة الاستاذ عبد الله أنا اهلا وسهلا بك ايضا نذكر الاخوه المشاهدين بسؤال الشارك عبر تطبيق رؤيا هل تؤيد ان يكون عدد مؤسسي الحزب 500 ام 150 ننتظر تصويتكم وتفاعلكم على هذا السؤال خليني ابدا معك سعاده الاستاذ عبد المنعم العودات وانت عضو في اللجنه القانونيه النيابيه اذا سمحت تحطنا بصوره القانون الجديد مستجداته فرقه او الفرق بينه تقريبا بالمجمل وبين القانون السابق او القانون المعمول شكرا اخي مهند في الحقيقة عندما نتحدث عن مسيرة الإصلاح نتحدث ابتداءً عن أحد القوانين المهمة وهو قانون الأحزاب. أنا باعتقادي الشخصي أن المشكلة في عدم وجود أحزاب فاعلة وعدم وصول الأحزاب إلى قبة البرلمان ليست لا تكمن في هذا القانون ولا القانون الذي قبله ولا القانون الذي جاء كمخرج لمخرجات الميثاق الوطني في عام 92. ولكن مشكلة لها أسباب عديدة وأنا ما بدي أتحدث فيها لاحقا أسباب عديدة منها موضوعية ومنها ذاتية تتعلق بالأحزاب صح. نفسها لكن كثر التعديلات على هذا القانون هي لعل وعسى ولا تحزين لكن إحنا نتحدث يجب ونتحدث بكل صراحة بوضوح يجب أن تكون هنالك رؤية سياسية واضحة هل نريد أحزاب قوية فاعلة وموجودة على الساحة الأردنية أم لا هذا السؤال الأهم من هذا القانون ومن القانون الذي قبله القانون الجديد جاء ببعض المحسنات وهي بعض مزل. المحسنات اولا انه يعني اصبحت المرجعيه هي وزاره الشؤون السياسيه والبرلمانيه التي م. بدلا من وزاره الداخليه كما كانت في القانون السابق اصبح السن تم تنزيل السن المؤسسين الى 18 سنه يعني هذا احد التجديدات احد التجديدات الذي جاء في هذا القانون بالاضافه الى <applause> بعض شروط وضع شروط على التمويل للاحزاب <applause> وفرض شروط وفرض شروطا معينه واليات محدده يجب تحققها لتمويل كذلك عدد اعضاء المؤسسين كان في القانون السابق يشترط ان يكون هنالك خمس <applause> عضو لعدد المؤسسين واصبح الان واقره مجلس النواب في الجلسه السابقه بان اصبح 150 عضوا في هذا يعني هاي اغلب الملامح العريضه يعني لهذا القانون الذي جاء فيه جاء فيه بعض العقوبات وهذه العقوبات هي بحق الاعضاء وبحق العضو في قياده الحزب ايضا فرض بعض العقوبات وهذه العقوبات الان محل جدل واسع بين الساده النواب وبين مشروع القانون الذي جاء ولم تقر حتى هذه اللحظه وباعتقادي ستأخذ جدلا واسعا ونقاشا موسعا تحت هذه القبه، هذه بعض ملامح القانون اعيد واكد ان المشكله عندما نتحدث عن مشكله فشل الاحزاب في وصولها ووجودها كفاعله على الساحه السياسيه الاردنيه هي لا تكمن في هذا القانون، يعني مش كثير مشكله انه كان سنه 21 ولا 18 سنه مش كثير انه يعني 500 عدد المؤسسين ولا 150 يعني مش مشكله انه الوزاره هون وزاره الداخليه ولا وزاره التنميه شؤون سياسيه والبرلمانيه يعني مش هذا المشكله احنا هنا يعني انا بقول باي نقاش عن الاحزاب لابد ان نبحث بالاسباب الحقيقيه وراء فشل الاحزاب في وجود احزاب فاعله على الساحه السياسيه في هذا البلد عظيم اذا هذه ملامح القانون ضيفي العزيزين استاذ عبد الأستاذ استاذ الله وايضا استاذ عبد المنعم لدينا اذا محاور ثلاثه على هذا الاساس او ربما تصل الى اربعه وهو حاله الاحزاب الموجوده حظر احزاب على اساس ديني او طائفي او جهوي أو, او ما الى ذلك وايضا العضويه وموضوع التمويل ابدا معك استاذه عبده يعني كيف ترين هذه التجديدات او الايجابيات التي ربما راى فيها الاستاذ عبد المنعم انها تجديد على القرن السابق شكرا جزيلا استاذ أنا أضيف لما تفضل به الأستاذ عبد المنعم ما يلي أنه مشروع التعديلات عندما قدمت إلى اللجنة القانونية كان فيها عدد من المواد التي عدلتها عدلت عليها أيضا اللجنة القانونية بعد أن استمعت إلى الأحزاب السياسية إلى ممثلي الأحزاب السياسية رأيهم تحديدا فيما يتعلق بالمادة 30 فيما يتعلق التي تتحدث عن التي تتحدث عن تعديل النظام آه لا يجوز تعديل النظام الا بموافقه موافقة مسبقه آه موافقه مسبقه من اللجنة, اللجنه المتعلقه المعنيه بالاحزاب في آه الوزاره المعنيه والماده 33 متعلقه في العقوبات وهاتين المادتين يعني آه الحقيقة إنه وجودهم والإصرار عليهم على مدى كل هذه السنوات في القانون مسألة سلبية جدا تعطي رسالة خاطئة عن علاقة الدولة بالأحزاب يعني علاقة يعني تشديد تضييق كل يعني الأشخاص الذين يريدون أن ينتسبوا إلى الأحزاب في تعطيهم رسالة سلبية جدا وهكذا فأنا أضيف لما تفضل به الأستاذ إنه أنا طلعت على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب من اللجنة القانونية فوجدت أن المادة 30 قد عدلت ليس كما جاءت من عند الحكومة بمعنى تعلم الوزارة أو اللجنة الوزارية المعنية إعلاما فقط ولكن ليس هناك من شرط على موافقتها زائد المواد العقوبات تحال الى تحال الى قانون العقوبات وهذا هو هذا المفروض يعني على قانون ولذلك انا اعتقد انه في هناك استجابه لمعظم القضايا التي قدمتها الاحزاب مع انه هناك في تباين ايضا بين الاحزاب نفسها حول في عدد من القضايا من نمط مثلا عدد المؤسسين من نمط إلى آخره نمط ربما شروط التمويل شروط التمويل أنا أجد فيها تشديد غير 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 رحينا واحدة واحدة بس يعني, يعني هل بالمجمل ترى أن القانون جاء بالجديد؟ نعم إذا إذا كان هذا يأتي بعد إقرار أنت أنت تحدث حضرتك القانون. عن مشروع القانون لكن إذا كان إذا ما أقر هذا القانون بس بدون هذه الماده التي تضع شروطا للتمويل يعني ممكن تضع حوافز للتمويل لماذا شروط التمويل على التمويل يعني أليست الاحزاب هي جزء من مكونات الدوله يعني لماذا يكون هذا على كل حال هذا موضوع اخر بس انا اعتقد انه في نعم تقدم انا أم. اعتقد انه في تقدم في تقدم استاذ نعم. مد نعم. يعني هل تشاطر الاستاذ عبلة ان هناك تقدم في صوره القانون المعروض للنقاش و... ده الان ده تحت قبه مجلس النواب اخي مهند اولا هذا القانون الان هو موجود او في عهده مجلس النواب وانا بعتقد من ضمن الاسباب الموجبه في هذا القانون اللي هو يعني ترسيخ العمل السياسي والحزبي بالاضافه الى حريه المواطنين في في في, الانتماء للاحزاب ثم المساهمه من الخزينه يعني هذه مؤسسات مدنيه مؤسسه مو الحزب مؤسسه مجتمع مدني وهم يعني افراد هذا الحزب مواطنين اردنيين وبالتالي هذا الدعم ليس منه من الحكومه وانما يعني هذا حسب القانون هو حتى تقوم هذه الاحزاب بدورها في, في, في الساحه الاردنيه الامر الاخر الجديد يعني في هذا القانون اولا التبعيه لوزاره الشؤون البرلمانية والسياسيه المرجعيه المرجعيه <applause> اسف المرجعيه وليس تبعيه اسف المرجعيه لوزاره الشؤون السياسيه ومن ثم تعديلات على على النظام الداخلي في الحزب هي تكون للعلم فقط وليس يعني كما هو في القانون الحالي السابق اللي هو فقط ان ترفق التعديل والنص قبل التعديل وما بعد التعديل توافق عليه وزاره الداخليه ومن ثم يرجع إلى يعني المؤسسات السورية في الحزب في هذه القضية الأمر الآخر في موضوع الأحزاب السياسية اللي هو حق التم أو التمويل ودرجات التمويل الاصل يكون هذا التمويل ليس منه وانما هنالك حوافز ضمن نظام خاص ملحق بهذا القانون، كيف يمكن ان نمول هذا الحزب بعدد فروعه بمشاركته في الحياه السياسيه في مؤسسات المجتمع المدني وما الى ذلك من 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 هذه القضايا، ثم يعني درجات التقاضي كذلك في, في 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 الجديد في هذا الموضوع في الحزب اللي هو يعني المحكمه الاداريه الاولى ثم العليا في هذه هذا حقيقه الامر الاخر أنا يعني مع إنه قانون العقوبات لا يكون مفردا في هذا القانون وإنما أن يتبع لقانون العقوبات الأردني ويعني يطبق على على الأفراد وعلى يعني الصفة الاعتبارية والشخصية للحزب. نعم. طيب، الأستاذ عبد المنعم يعني بالإطار العام أن هناك قانون جديد فيه تجديد. أول شيء نقول إلغاء تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو في فئوي. طيب اليوم لدينا أحزاب قائمة م. على هذا الأساس بعضها فما هو مصيرها؟ سيد العزيز هذه الفقرة وهذه المادة أخذت نقاشا مطولا ولا يعني أبالغ إذا قلت لك أخذت ثلثين جلسة يوم أمس هذه النقطة أنه لا يجوز تأسيس أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي م. هذه المادة ليست هي جديدة في هذا القانون وإنما هي موجودة منذ العام 2007 صحيح وتم تكرارها في عام 2012 في التعديل الذي جرى على هذا القانون وتم الإبقاء عليها في هذا القانون عندما نتحدث أنه لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي إحنا خلينا نتحدث بكل صراحة وبكل وضوح إحنا نتحدث عن هوية وطنية هذه الهوية الوطنية هي الهوية التي يتمتع فيها كل مواطن في هذا البلد الهوية الوطنية الجامعة هويتي أنا هذه الهوية الجامعة يجب ان هي المظله التي تنصهر تنصهر تحتها كل الهويات الفرعيه في هذا البلد، صح. سواء كانت طائفيه او عرقيه او دينيه او كذا، فبالتالي نحن نتحدث عن هويه وطنيه جامعه، اما عن ممارسه العمل السياسي او ممارسه من خلال تاسيس الاحزاب فهذا حق مشروع لكل مواطن او لجميع المواطنين في ممارسه الحزب من حيث ان يكون هنالك مبادئ وافكار لا تقوم على هذه على هذا الاساس اللي هو على اساس الطائفه او العرقي او الديني، ليس العبره بالمسمى وانما العبره بالافكار والمبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب وبالتالي ينطلق منها لممارسه عمله على الساحه المحليه، فبالتالي هذا نص انا بقول هدفه هو الحفاظ على صون المجتمع من كل عوامل التفرقة والتمزق وبالتالي نتحدث عن هوية وطنية جامعة لكل من يمارس العمل السياسي في هذا البلد وأن لا نسمح لحتى لا يحدث ما حدث في بعض الدول الجوار حتى بدون أن تكون هذه الأحزاب على أساسها لنرى ونشاهد ما حدث عندما نتحدث عن الهويات الفرعية أو عن النظرة الطائفية أو عن النظرة العرقية نحن عندما نتحدث عن مفهوم الدولة المدنية نتحدث عن هوية واحدة فقط تنصهر فيها كل هذه الهويات ولا يمكن الحديث عن هويات فرعية نتحدث عن هوية واحدة فقط طيب استاذ عبد الله ما هو مصير الاحزاب القائمه وانت امين عام لحزب يعني ياخذ صفه اسلاميه انا بعتقد انه يعني حسب المشروع القانون المنظور امام مجلس النواب يعني هذا الموضوع لا ينطبق على يعني الاحزاب المرخصه والقائمه انا مع يعني ما تفضل به وكنت في نقاش قبل قليل مع الاستاذ عبله والاستاذ عبد المنعم حولها اذا اردنا ان نتكلم عن دوله مدنيه وكما تكلم او تحدث في اكثر من مناسبه جلاله الملك في 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 اوراق النقاشيه نتكلم عن اردن الغد ان المواطنين ان الاردنيون سواء امام القانون وبالتالي اي مواطن اردني يريد ان ينتسب الى اي حزب من الاحزاب وأن ويلتزم بنظام الاساسي في هذا الحزب بما يتوافق مع الدستور والقانون اهلا وسهلا به ومرحبا به فبالتالي إذا أردنا أن نقيم دولة مدنية، فبالتالي هذه الهويات الفرعية والتأسيس على أساس أنه يعني ديني، الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة دولة مدنية. والدولة المدنية الأردنية التي نتطلع إليها وأنه هذا القانون الأحزاب الأصل أن ينبني عليه قانون المركزيه وقانون الانتخابات فبالتالي اذا اردنا, إذا أردنا ان نجذر الى قوانين ناظمه للحياه السياسيه ان يكون هذا هو المبدا فالاردنيه سواء الخوف لماذا من هذه القضيه فبالتالي المسيحيون مواطنون وهم عرب مسلم عرب مواطنون يخدمون هذه الدولة، فبالتالي يعني انا انزه وابرئ المجتمع الاردني ان فيه طائفية وفيه عرقية حول هذه القضية، اعتقد انها ليست موجودة الا اذا اردنا ان يعني ننقر عليها نقرا وهي ليست موجودة، فبالتالي من اراد ان ينتسب الى هذا الحزب او ذاك وما الى ذلك، فبالتالي عليه ان يلتزم بمبدا الدستور والقانون، وبالتالي ان يحافظ على نسق الدولة وجسم الدولة الاردنية، هذا هو المطلوب في هذه لا خوف في هذه القضية على على الاحزاب القائمه سواء يعني ما يعني جبهه العمل الاسلامي او حزب الوصف الاسلامي او الشورى او غيرها، لا خوف عليها يعني وهذا القانون يعني مطبق وبالتالي لا يمكن ان يكون ينبني عليه باثر رجعي، يعني الاحزاب مرخصه حسب الدستور والقانون نعم بس قد ياتي احد ويقول انا اريد ان يعني حزبا بصفه اسلاميه ما وهذا حقي الدستوري ومثل ما غيره موجود، يعني كيف كنا نتعامل بهذه الحاله؟ والله سيد العزيز هي العبرة بالمبادئ والأفكار والأهداف وليس العبرة بالتسمية التي يختارها الحزب لعنوانه العريض لهذا الحزب العبرة بالمبادئ والأفكار مبادئ والأفكار يعني وثيقة التأسيس باعتقادي حتى الأحزاب الإسلامية تتفق معنا في الرؤية صحيح. أنه أنا حزب إسلامي يجب أن يكون يصب في الصالح العام للمجتمع الحزب إذا لم يكن عامل قوة لهذا المجتمع ما في اضافه من شيء حزب اصلا ما يعني لازم يكون هو عامل قوه وعامل يجمع ابناء هذا البلد تحت مظله واحده وهي مظله الدوله وسياده الدوله استاذ عبد يعني باعتقادك يعني كيف يمكن آه لمساله يعني احنا كنا نشكو في فتره ما منذ ان اقر قانون عام 1992 من انه تفرخ مجموعه من الاحزاب بشكل كبير عندما كان العدد قليل اليوم من 500 ل 150 الا يؤثر هذا سلبا اعتقادك آه أنا في اعتقادي أنه موضوع العدد عدد المؤسسين آه ليس موضوعا جوهريا ولا أدري لماذا كل هذا الضج على هذا الموضوع كما أود أن أعيد التذكير بأنه عندما أقر آه العدد المؤسسين 500 في البرلمان الرابع أو الخامس عشر على ما آه أعتقد آه كان خامس عشر نعم. نعم كان في هناك احتجاج شديد من قبلنا ليس لأنه لا نستطيع أن نتقدم بهذه الأعداد بل لأنه هذه قيود لا داعي لها وتقدمنا بعدين يعني كلنا تقدمنا بما يكفي ويزيد عن هذا العدد مش هذا الموضوع ولن يمسنا هذا بشيء لا أنا ولا الأستاذ مضلة اللي يعني إحنا بنمثل أحزاب سياسية ولا الأحزاب التي ولكن هذا ليس موضوعا جوهريا في اعتقادي هذا مع العلم أنه الأحزاب التي تدافع عن يعني أن يرتفع العدد عندها يعني في وجهة نظر فيها وجاهة وكذلك يعني وجهات النظر التي تقول فليرتفع العدد ينخفض العدد برضو عندها وجاهة يعني وجهة النظر فيها وجاهة لذلك أنا من التجربة تجربة الخمسمية يعني ما أنا لا أعتقد أنه يعني هذا موضوع جوهري ولا أدري لماذا تدور حوله كل, هذه كل هذا الضجيج آآ لإنه آآ يعني بالإمكان أن تستخدم وسائل تحشيد على سبيل المثال إذا ما ارتفع العدد حتى الألف يعني ما بسهولة ممكن في يعني أن يكون متاح توفير هذا العدد مش هذه هي أداة القياس <applause> لفعالية الحزب أو الحد من هذا أنا باعتقادي إنه الفعالية التي يمكن أن تُقاس وأنا هون بدي أربط مع الجمله استخدمها الاستاذ سعادة. عبد المنعم حاله فشل الاحزاب انا لا اعتقد يعني لا اوافق على هذه الجمله لسبب لانه هذا توصيف لانه الاحزاب لم يعطيها قانون الانتخابات النيابيه فرصه حتى تختبر قدراتها وتختبر شعبيتها وتختبر برنامجها لم يعطيها هذه الفرصه لانه قانون الانتخابات النيابيه ليس قائما على قوائم وتمثيل نسبي وقائمة حزبية والأخري مش هكذا قانوننا وبالتالي لم تعطى هذه الفرصة أنا ما بدي أتحدث عن التاريخ المر... الذي مضى أنا بدي أتحدث راهنا فقط طيب على أي أساس بنقول أنه فشل أو يعني بماذا نقيس الفشل أو النجاح بينما هذا الموضوع ربما يقودنا إلى يعني بدل ما نناقش هذا ونجهد انفسنا في مناقشه ال 150 500 يا ترى هل الاحزاب التي يعني آآ آآ نجحت في اجتياز آآ حاجز ال 500 او التي ستجتاز حاجز ال 150 او حتى ال 1000 مش بعتقد هل يمكن ان تنجح في اجتياز آآ آآ حاجز الانتخابات النيابيه فيما لو كان القانون ينص على قائمه حزبيه آه على التمثيل النسبي هذا هو السؤال هذا هو السؤال الكبير الذي يحدد فعاليه الاحزاب فشلها او نجاحها او الى اخره ولذلك انا يعني آه تصويت السياسي, <تصويت السياسي>, <تصويت السياسي> <صويت كت> <خلك> <مصر> <مصر> الاخوان النواب بصوته طبعا لكن انا تصويت السياسي في هذا الموضوع <تصويت السياس> آه آه يعني ليس منحازا آه لاي من الرقمين لاي من الرقمين بال 89 استاذ مد الله لما صارت انتخابات بقانون انتخاب محترم يحترم الناس جاء ناس يسار وجاء ناس اسلاميين وجاء قوميين صوتوا الناس ونجحوا ناس دوائر تقليديه قبليه واخرجت القبائل احسن ما لديها من قوميين ويساريين واسلاميين ووطنيين ايضا يعني المعضله زي ما تفضلت استاذ الله في التجربه بتقول انه اذا كان قانون انتخاب محترم مفتوح بصل ناس من الاحزاب إذا كان القانون متخلف رديء، قانون الانتخاب تبقى الأحزاب متعثرة متدثرة لا يمكن أن تصل. كيف لنا أن نربط بين هذا وهذا؟ وهل ترى أنه في فعالية ممكنة للوصول إلى قانون جيد ما دام قانون الانتخاب لم يعدل؟ احنا يعني ابتداء يجب أن لا نركز على العدد. العدد يعني 150 عدد مقبول وبالتالي التجربة ستكون أفضل و لمن يريد يعني ان ياتي ب 150 عضو مؤسس لنرى في المستقبل كم يكون له فرع في المحافظات والانبياء كيف تكون مشاركته السياسيه هل يقف عند هذا الحد ام لا؟ اعتقد يعني هذا انه يعني ما بدنا نحطه القاه في اليم مكتوفا لا اعطيه هذا العدد 150 وخليه يعني لنرى هذه التجربة وأنا أعتقد أنه في هذه القضية أنه الزحام سيعيق الحركة هل سيتمدد هذا الحزب أم يتحوصل أم يتكلس هذا بتطلب أنه يكون هذا العدد مستقبلا العدد السياسي وإحنا أمام, أمام قضية جوهرية أنه يعني سمح لفئات الشباب سن الثامنة عشرة أن يدخل أو ينضم إلى الأحزاب السياسية الان قانون الاخت... الانتخابات ما هو شكله كيف يكون هل يعني القائمه المفتوحه ام القائمه المغلقه ام القائمه النسبيه ام يبقى الصوت الواحد اللي قسم المقسم المجزا المجزا في هذه القضيه انا بعتقد بما ان هذه الاحزاب احزاب سياسيه تعمل ضمن الدستور والقانون ويعني هم مواطنون اردنيون امام القانون سواء الاصل ان تفسح لها بهذا المجوع عليها ان تشارك في هذه القضية اذا ارادت ان يعني ان تفعل هذا العمل الحزبي، اما انه هذا القانون لا يصنع لا يصنع مشاركة سياسية بالعكس يبقى ولا حبر أي يعني ولا اي قانون ولا اي يعني 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 حبر, حبر على، يتطلب ارادة سياسية ويتطلب كذلك ارادة المواطنين بالانتخاب على اساس يعني برامجي في هذا، هل هذا الحزب لديه برنامج سينجح ام لا؟ بس مش فقط أن يكون يعني مجرد مجموعة من الأفراد يلتقون في بيت ما أو ضمن يعني فئة معينة من الناس عظيم وكل ذلك علينا و... أن لا نتخوف من هذا أخي مرح. وكل ذلك أستاذ عبد المنعم يعني ما جاوبني أستاذ بن عبد الله يعني وكل <applause> ذلك مرتبط بقانون الانتخاب <applause> صحيح يعني كله بضل <applause> بالريش مثل ما بيقولوا <applause> <أضل> هذا نتف بالريش <تصفيق> <تصفيق> يعني ما دام ما في قانون انتخاب محترم وكويس ما نعم. في سيدي انا بقول الميدان الذي نقيس عليه انه وجود احزاب فاعله هو وصولها للبرلمان صح. هذا المقياس الحقيقي صح. انا لما قلت انه فشل الاحزاب في الوصول الى البرلمان صح. هو قلت ما علقت على انه قلت هي المشكله بالاحزاب نفسها قلت انه هنالك اسباب ذاتيه تتعلق صحيح. بالاحزاب صح. نفسه صح. وهنالك اسباب موضوعيه صح. اسباب الموضوعيه منها قانون الانتخاب وهو, وهو سبب اساسي قانون الانتخاب و يعني قانون الصوت الواحد حجم وشكل عاملا محبطا للاحزاب في حتى صح. تصل الى هذا، هذا احد الاسباب الرئيسيه، ثانيا في اسباب موضوعيه اخرى منها الهاجس الامني اللي ما زال مسيطر على مواطننا من الانتساب الى الاحزاب بسبب العقده التاريخيه صح. اللي اللي امتدت الثقافه المجتمعيه اللي امتدت يعني انت تعلم انه احنا من ال 57 لل 89 صدنة. قانون طوارئ اللي احكام عرفيه، هذه الفتره كان محظور فيها العمل الحزبي وكان الهاجس الامني يعني هو اللي بيسيطر على كل من أه بسلم على الحزب مش اللي بينتسب للحزب اللي بيسلم على الحزب كان يخافوا عدة صاروا وبعدها يخاف من الجلوس مع حزبي في, في تلك الفترة فظلت هذه النظرة الأمنية مرافقة لمواطننا وأثرت, وأثرت على الإقبال على الأحزاب جينا بعد التسعة وثمانين هون النكسة وخيبة الأمل اللي صار الفرحة والنكسة الفرحة اللي صارت بعد عودة الحياة البرلمانية سنة تسعة وثمانين شكلت لجنة الميثاق الوطني ب 90 91 وجاءت مخرجاتها اللي هو إنشاء اول قانون احزاب وانفتاح امام تشكيل الاحزاب. هنا خيبه الامل اللي احبطتنا بزياده اكثر وهي انه فتحنا الباب امام الاحزاب وتشكلت عندنا حوالي 35 صحيح حزب كلها ذات البرامج ذات الاهداف هذه احزاب احزاب نخب احزاب من هم كانوا جزء كبير منهم بالجهاز البيروقراطي بالدوله الاردنيه اعاده وبالتالي بلامنجي. تركزت الاحزاب باشخاص وافراد بشخص واشخاص صحيح. مؤسسي هذه الاحزاب واختزلت بتلك الاشخاص ولم تكن احزاب جماهيريه هذه الاحزاب بالنسبه للمواطن سوت عنده رده فعل عكسيه في الاقبال على الانتساب لهذه الاحزاب انه هاي احزاب ثم ما, قدمت شيء ثم ما قدمت شيء ثم جاء ما... جا قانون الصوت الواحد خليني ناخذ اثار هذا القانون على الحاله الحزبيه بعد الفاصل تكررت عليه وارجع مع لك ساعه الناود العودات اعزائي المشاهدين بعد الفاصل نعود لكن سؤال شارك عبر تطبيق يقول هل تؤيد ان يكون عدد مؤسسي الحزب 500 ام 150 اللي قالوا نعم ل 500 هم 47% و 150 53% <applause> نعود اعزائي المشاهدين نواصل نقاشنا مره اخرى مع ضيوفنا استاذ عبد المنعم كنا نتحدث عن قانون الانتخاب وارتباطه بقانون الحساب، كنت اتحدث عن قانون الصوت الواحد اللي جاء ويعني ادى الى التراجع يعني احنا تحدثنا سيستر. عن احد عن عده اسباب اللي هي كانت موضوعية الموضوعيه والذاتيه آه من الموضوعيه وضعت بالذات ومن ضمنها اللي هو قانون الاحزاب قانون الانتخاب الذي جاء به قانون عام يعني 93 وجاء بصيغه الصوت الواحد هذا يعني عزز كان نكسه بالنسبه للاحزاب وكان عائق امام وصول الاحزاب الى آه البرلمان وعزز الدور المناطق والجهوي والعشائري على حساب الانتماء الى الحزب وهذا واضح وكل مواطن بالاردن بيعرف هذه الحقيقه انه يعني الصوت الواحد هو كان يعني انا بمنح صوتي بناء على رابطه الدم او على رابطه المنطقه او على رابطه على حساب الفكر والايديولوجيا لانه لو كان هنالك قانون مختلف بصيغه اخرى، باعتقادي كان بقي يعني ابقى على حد ادنى من هذه الاحزاب بان تبقى فاعله وموجوده، وجود قوى منظمه داخل قبه البرلمان، الان احنا بنعاني ما نعاني منه تحت قبه البرلمان انه احنا غياب العمل الحزبي الحقيقي، عندنا الان حوالي 150 نا... عندنا 150 نائب 150 حزب كل واحد بيتحدث بلغه وفكر بايديولوجيا مشتركه، الان غياب فاعل للعمل الجماعي هذا انعكس على اداء مجلس النواب وكل التقييم المستمر لاداء مجلس النواب من ال 93 وجاي كلها نفس النسبه في عدم رضا عن اداء مجالس النواب بشكل صحيح. عام كل هذا هذا بيعطينا مؤشر حقيقي انه بد من الحقيقه للعوده والنظر بقانون الانتخاب بحيث نضمن وصول قوه منظمه الى قبه البرلمان تكون فاعله وقادره على تقديم برامج و قادره على ممارسه الدور تحتاج حالي حزبية ربما نعم. افضل طيب استاذ عبلة بخبره طويله انت في العمل الحزبي يعني هل المساله مساله فعلا قانون انه وبعمل سوفت وير جديد للحياه الحزبيه وبننتقل لشكل افضل لو قررنا القانون هذا بكره ولا هي ثقافه ولا هي بنيه مجتمعيه بتحارب الحزب ام هي يعني دوله عميقه اذا لا تريد احزاب والناس ينتقلوا لمفاهيم ولائيه وثقافيه ومؤسساتيه جديده ما ما هل قانون احزاب بحد لنا مشكله اليوم اذا طلعنا بكره قرروا النواب لا هي هذه العوامل جميعها اللي تفضلت فيها استاذ مهند ونحن ما ننسى انا صرت سامعه اكثر من تصريح على لسان وزير التنميه مثلا على لسان اخواننا النواب اكثر من حول انه قانون الاحزاب السياسيه لا يحل مشكله الاحزاب السياسيه طيب مم. هلا احنا ما كانش عندنا هذا القانون سنه 57 كان في قانون حظر الاحزاب السياسيه وكنا ننادي طوال هذه الفتره والحركه الوطنيه الاردنيه تنادي من اجل استعاده قانون ينظم الحياه السياسيه والحزبيه في البلاد كان في فإجا... افكار كبرى عند الناس تجمعوا عليها صحيح نعم فسنه 92 حصل وكان هذا القانون استعيد هذا القانون مرة أخرى بالمواد التي كانت فيه هلا واجبنا أنا بعتقد أنه واجب الجميع على كل المستويات الرسمية والشعبية أن ندفع قدما إلى الأمام باتجاه كل التعديلات التي يمكن أن تشكل قاعدة قاعدة نظرية وقاعدة قانونية للأحزاب من أجل الدفع بها إلى الأمام هذا شيء مهم جدا ضروري جدا ولكن دون أن ننفي بقية العوامل التي بالتأكيد تشكل يعني دوافع أساسية روافع أسفة روافع أساسية للأحزاب الثقافة العامة البيئة السياسية كيفية التعامل مع القانون الشغل فيها كل هذا بالتأكيد وما يكونش في هناك حول القانون ما يحاصر القانون في نظم إدارية تحاصر القانون، قانون الأحزاب، حتى في ضمن المواد الموجودة في راهنا. في هناك مواد تح... على سبيل المثال، نظم يعني، على سبيل المثال في الجامعات الأردنية، في أنظمة الجامعات إدارات الجامعات تضعها وهي التي تحول بين التواصل المباشر بين الاحزاب السياسيه ومجاميع الطلبه في رحاب الجامعات نفسها، وهذا حق للجامعات، حق للطلبه ان يستمعوا هم احرار بعدين ما الذي يختاروه؟ كيف بيفكروا الى اخره، على سبيل المثال للحصر. فلذلك القانون مهم، واذا لم يكن القانون مهما الى هذا الحد، فلماذا هذا التشديد على عدد من المواد في هذا القانون على الاحزاب؟ طيب القانون صدر سنة 92 خضع حتى الآن لتعديلين تعديل سنة 97 تعديل سنة 2007 ثلاث تعديلات و2012 والآن إحنا في التعديل الرابع ودائما في حاجة لماذا يجري طرحه دائما لأنه في حاجة لهذا التعديل بمعنى في ضغط من أجل يعني هذه التشديد والمواد التي تقيد حركة الأحزاب أن يعني يجري تعديلها في هذا القانون فتجري استجابات جزئية إلها ثم تعود الأحزاب وتضغط مرة أخرى ثم وثم وهكذا بمعنى آخر في ضغط شديد ثم تأتي تصريحات وتقول القانون ليس هو القاعدة الأساسية أو هو الأساس الذي يمكن أن ينهض بالأحزاب أو لا ينهض صح. طب ليش تتشددوا إذا هيك يعني ليش تتشددوا على المواد الموجودة؟ تركونا بدون دون تشدد تلكون صح. هكذا فهي لا مهم جدا القانون القانون هو مرجعية قانونية قانون الأحزاب هو الذي ينظم علاقة الأحزاب بالمؤسسة الرسمية وبالتالي جدا مهم هذا ونحن لهذا السبب اهتمت جدا الأحزاب وقدمت مذكرات للحكومة وللإخوان النواب في اللجنة القانونية لما دعونا لمناقشة القانون وهكذا وللرأي العام بالطبع طيب أستاذ مدر الله لا مدى تتفق بأن المشكلة ليست في أحزاب ولا في قانون وانما هي في انظمه تحاصر وثقافه تحاصر العمل الحزبي وانتشار ثقافه الاحزاب بين الناس. انا بعتقد انه اولا يعني لابد من الاستقرار في التشريعات. يعني ان تطور يعني هذا القانون يعني هذه الثلاث تعديلات التي مرت على هذا القانون انا بعتقد جزء منها مناسب للحياه لتطور في حياه الاردنيين السياسيه. لكن هذا القانون قلت قبل قليل ان هذا القانون لا يصنع يعني لا يصنع حياه حزبيه حياه حزبيه فاعله وانما هو بحاجه الى اراده سياسيه في هذا الموضوع وبالتالي تشجيع الان نحن بنتكلم عن سنه 18 في الجامعات الان عليك أن أن, ان 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 لا تقيد هذا الطالب سواء كان مبعوثا او غير ان لا تنتمي الى اي حزب من الاحزاب وبالتالي تعطيه مجموعه من الممنوعات بتقول له يعني انت فيما بعد طيب لما يتوظف لما بده يقدم الى وظيفه مستقبل نقول انت كنت في هذا الحزب كذا وكذا وكذا بالتالي بتخل بتحاكمه على خلفيته اذا هو من 18 وسن العطاء من 18 الى 24 اذا حاسبته على هذه على على هذه الفتره اذا كيف يمكن ان يكون عمل حزبيا والا يبقى يعني افراد الحزب مجموعه من النخبه سياسيه معينه وقد يصل الى حد الهرم ولا ياتي يعني لابد من تجديد وتخليق في العمل السياسي في هذه القضيه عظيم. انا بعتقد انه اذا اردنا اذا اردنا انه انفعل هذا القانون وصير عندنا حياه حزبيه او احزاب فاعله في المجتمع الاردني ان تعطى هذه الاحزاب دورها وان تكون شريكه في القرار السياسي وبالتالي جزء من الدوله الاردنيه، وبالتالي ان تقدم هذه المشوره او غيرها وبالتالي هي احزاب هل يعني هناك قابليه بتعتقد عند عند الحكومات، عند النواب للانخراط بهذه التجربه؟ الاصل ان تخلق هذه لانه هذا مواطن اردني اذا طالما ان هذا الحزب مؤسس على اساس الدستور والقانون، وبالتالي هو مش نبت شيطاني اذا هو هو يعني طالما منبثق من الدستور والقانون واحنا وضعنا له هذا القانون حتى يتقيد به، الاصل انك انت تشاركه في هذه القضيه ولا لا؟ لماذا لا؟ اذا هذه الاحزاب تريد ان تبني الدوله الاردنيه، فهذا مواطن اردني والدوله الاردنيه حق لكل الاردنيين يا اخي. عظيم، شو بعض التفاعلات معنا يعني الاخوه اللي بيتابعونا، علي عبر تويتر يقول قله عدد الاحزاب واثروا على الحياه السياسيه، ما اثر قله عدد الاحزاب يمكن الاستاذ عبد المنعم ايضا مالك عبر الفيسبوك يقول الاصل ان تكون الاحزاب نخبويه والعدد غير مهم ما رايكم؟ بن احنا بحكي انه قله عدد الاحزاب هل يؤثر قله عدد الاحزاب هذا علي عبر تويتر قلة عدد الاحزاب يؤثر على الحياه السياسيه؟ احنا بالعكس عندنا عدد كافي وبالعكس اكثر اليوم من المطلوب يوم عندنا عندنا حوالي 37 حزب يعني بجوز لانه كثير من المواطنين هذا دليل ما بيعرف انه قد يعني بعض الاحزاب م. بجوز يعني بعض الاحزاب بنادوها باسم اشخاص معينين حتى يعرف <applause> انه في حزب لا <applause> صدقا يعني هذا دليل <applause> مش, مش احنا ولا مش <applause> لا مش هذا دليل انها احزاب غير جماهيريه هنا نتحدث انا الحزب قد يبدا بان يكون يتشكل هذا الحزب من النخب وفي الحقيقه هم النخب القادرين على ان تكون على يعني اخراج هذه النواه الى الوجود بس لكن هذه النخب اذا ما قدرت تخترق حاجز الجماهير وان تصل الى الجماهير الى كافه مناطق المملكه بالاحياء بقراها ومدنها واريافها ومخيماتها هذا اذا ما فائده هذا الحزب اذا الحزب اذا ما لم يستطع ان يتمدد طب واذا داخل كان المجتمع. اذا كان لدينا اليوم بحدد بعدد 500 من المؤسسين وصعب انك تجمع 500 أه بدك عدد محكوميه وابصر ايش وكذا، عندنا اليوم 37 حزب نعم. هي غير فاعل يعني عمليا يعني, يعني صراحه آه بعضها فرديه، بعضها يعني موسميه، بعض يعني غير. بحاجه هي يعني مع الاحترام الشديد وتقديرنا لدور هذه الاحزاب الفاعله، يعني العدد الاكبر من هذه الاحزاب هي متشابهه في برامجها وافكارها ومبادئها، يعني انا بقول لازم اعاده النظر بان يكون هنالك دمج لما هذه الاحزاب بحيث بما انها متشابهه بالافكار وبالرؤى وبالبرامج كذا, كذا وذات برامج يعني أن توحد انا يعني باعتقادي انها بتعطي قوه لها وبتعطي لها دفعه قويه امام الشارع وبتكسب ثقه اكثر من قبل المواطن في هذه الاحزاب طيب اما طيب. طيب اذا بقينا نتحدث عن احزاب كثيره يعني ومبعثره يعني بعتقد انه لن نتقدم اي خطوه الى طيب استاذي عوده متفائله كلمه اخيره متفائله بالقانون الجديد؟ آه القانون الجديد يعني المواد بسهد. نعم نعم المواد اللي المتقدمه اللي فيه يجب ان يتبعها مواد متقدمه في قانون الانتخابات النيابيه. انا آه اعتقد انه في مواد مهمه جدا آه سترد في هذا القانون الجديد لكن يجب ان يتبعها مواد متقدمة وديمقراطية في قانون الانتخابات النيابية تحديدا فيما يتعلق بالتمثيل النسبي والقائم الحزبي شكرا لك يا أستاذ عبد أبو علبي شكرا لك الأستاذ مدى الطراوني شكرا لك الأستاذ عبد من العودات على وجودكم معنا سؤال شارك عبر تطبيق رؤية هل تؤيد أن يكون عدد مؤسسي الحزب 500 أم 150 اللي قالوا ب 549 بالمئة واللي قالوا ب 150 51 بالمئة شكرا لتفضلكم بالمشاهدة والمتابعة أعزائي المشاهدين وشكرا لضيوفنا مرة أخرى